بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة التموين وفرت خراف حية في عدد كبير من الشوادر اللي موجودة في المحافظات بأسعار مخفضة. الشوادر دي هتكون متاحة أمام المواطنين لحد ثالث يوم العيد المبارك. خلونا نشوف التقرير. على مستوى الجمهورية في 39 شادر، بيخص الشركة المصرية اللي هي شركتنا أساسا 13 شادر منتشرين من القاهرة حتى محافظات الوجه الإبلي حتى أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر. الشوادر الموجودة فيها أساسا من الخراف الحية كمية حوالي 700 خروف أساسا متواجدين حاليا، بيتم الإحلال والإحلال للمباع يوميا على حسب احتياجات المواطنين. سعر كيلو الخراف الحية 90 جنيه للمستهلك قائد. بالإضافة إن إحنا موجود عندنا أساساً لحوم ضاني مبردة مذبوحة مبردة سوداني ب 135 جنيه الكيلو، بالإضافة إن في لحمة البلد الكندوز أساساً السوداني سوداني الكندوز أساساً بيتباع الكيلو ب 115، في لحوم مجمدة مستوردة برازيلي دي أساساً موجودة أساساً كان سعرها 90 جنيه، معالي الوزير خفضها بمناسبة عيد الأضحى ل 85 جنيه لسد احتياجات المواطنين. جميع الكميات متوفرة بكميات وفيرة وفي إحلال يوميا للمباع من الثلاجات أو من منافذ التوريد. بنعمل لجنة تقوم باختيار الخراف في المناسبة للأضحية، نتأكد إن أوزانها ما تكونش كبيرة في السن، تبقى عمرها ما يكونش كبير في السن، أوزان خفيفة، متوسط العمر حوالي 20 شهر، حوالي مثلا سنة ونص، الوزن حوالي مثلا من 40 ل 75 كيلو بحيث المضحي يختار الوزن السليم المناسب ليه. نتاكد ان هي خاليه من اي عيوب خارجيه، ما اي كدمات اي كسور، مكسيه باللحم، الصوف طبيعي، القرون سليمه، ما فيهاش اي عيب ظاهر. وزاره التموين والتجاره الداخليه الهدف الاساسي من عملها ان هي توفر احتياجات المواطنين في الايام العاديه وبتضيف من استعداداتها وبتضاعف الكميات في المواسم والاعياد. النهارده الحمد لله احنا بنشهد المجمعات الاستهلاكيه 1500 فرع على مستوى الجمهوريه بيتم الضخ ليهم بشكل يومي من 120 الى 150 طن من اللحوم الطازه، ايضا عندنا حوالي 4000 طن من اللحوم المجمدة وأكثر من 2000 ذبيحة من الخراف المبردة، وعملنا حوالي 39 شادر على مستوى الجمهورية. الأسعار السوداني الفريش الطازة ب 115 جنيه، السوداني أيضا في ضاني مبرد ده سعره 135 جنيه، اللحوم المجمدة خفضنا سعرها من 90 إلى 85 جنيه، الخراف الحية سعر الكيلو القايم 90 جنيه، بالإضافة لأن احنا هيبقى في غرف عمليات مركزية في وزارة التموين وفي الشركة القابضة وفي جهاز حماية المستهلك وفي مباحث التموين أيضا، هيبقى عمل المجمعات مستمر يوم الوقفة وأول وتاني وتالت يوم عيد الأضحى المبارك، لأن هيبقى متزامن مع صرف التموين إن شاء الله. ضعفنا من الكميات الأساسية من السلع زي الزيت أكتر من 60 ألف طن شهريا، المكرونة والرز في حدود من 20 إلى 25 ألف طن شهر، السكر 130 ألف طن. الحمد لله يتزامن ايضا دخول العيد مع وجود احتياط استراتيجي امن من القمح، الموسم التوريد المحلي ما زال مستمر وعندنا كميات بتصل الى 6 شهور الحمد لله. بالنسبه للسكر وصلنا لمعدل يعني قياس في الاحتياط الاستراتيجي حوالي 7 شهور ونص، ونسبه الاكتفاء الذاتي منه وصلت الى 90%. الزيت الحمد لله عندنا 6 شهور سواء خام او معبأ في شركات الجمله، بالاضافه الى الرز 3 شهور ونص وموسم التوريد ان شاء الله في شهر 9. اللحمه الحيه والمجمده والدواجن المجمده وصلنا الى اكثر من 10 شهور الحمد لله. شركه مصريه الجمله التابعه لوزاره التموين قامت الفتره الماضيه استعدادا لعيد الاضحى المبارك بتوفير جميع السلع التموينيه والسلع الحره. قامت الشركه بتوفير السلع التموينيه لحاملي بطاقات التموين وتوزيعها من خلال بدل التموين وسلسلة مشروع جمعيتي المنتشرة بمحافظات الجمهورية جميعا. اللحوم متوفرة بكل أنواعها مجمدة ومبردة، وحتى في الخراف الحية حاليا تم توفيرها وبكميات كبيرة. يعني بصراحة الأسعار هنا ممتازة، وأنا حتى ما بسأل بره بلاقي في فرق طبعا من بره وهنا، ودايما شركة الجملة طبعا بتوفر لنا الحاجات اللي هي الممتازة والجودة العالية. هي الحمد لله كويسة جدا، والأسعار
الى حد ما قريبه من يعني مستوانا يعني الحمد لله. بس طبعا النظام زي الفل والحمد لله حلوين.